الشباب اللي تقدموا باش يستفادوا من الإعانات الدولة. عندنا لحد اليوم عندنا 512 ملف اللي تدعوا تاع الشباب يطلبوا هذا. لا 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 لا. هذا في الأسبوع الأول 512 ملف، ممكن يكون أكثر، ممكن كاينين شباب ما مش راغبين فيها. المهم 512 ملف في تاريخ الساعة هذه اللي نتكلم فيها كم، 512 ملف تقدموا. ممكن الملفات هذه ما راهي في مستوى القوائم، خلطة الإعانة ما تتمنحش مباشرة للشاب، تتمنح للقائمة الانتخابية والمكلف بالحسابات تاع القائمة، الأمين المال تاع هو اللي يوضعها تحت تصرف الشاب لصرف ما هو ضروري بالنسبة ليه، حول يعني الملصقات أو حول كي يحب يمشي باش ينتقل لميتينغ وغير ذلك.